في مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. قناة الكارما كندا وعلى الهواء مباشرة. موضوعنا النهاردة موضوع وصية مهملة كتير جدا في حياتنا المسيحية، ومع مشغوليات الحياة بتقع مننا وصايا للرب مهمة جدا وبنفقد البركة بتاعتها. يعني لما تروح تعمل شوبينج وانت راجع من الشوبينج ومعاك تفتح ترنك العربية وشايل الشوبينج وكيس شيبسي وكيس البطاطس ومعك حاجة كتيرة وتنسى السيلفون، فتبقى واخد السيلفون معاك وخايف لحسن يقع منك، وانت شايل الحاجات دي كلها، غالبا اللي بيقع منك هو أهم حاجة، هو السيلفون. واحنا في حياتنا المسيحية مرات كتيرة جدا بتقع مننا وصايا مهمة جدا، وفي رحلتنا للكمال المسيحي وفي برنامج خطوات قدام احنا بنذكر بعضنا بعض وبننهد بالتذكرة ذهن المشاهدين وأذهاننا كلنا بأن احنا ازاي نقدر نعيش وكل يوم ناخد خطوات جديدة لقدام وما تقعش مننا وصية. النهاردة أنا سعيد جدا يكون معنا ضيف متميز لأول مرة موجود معنا، رجل الله وخادم الله الدكتور إيهاب طلعت. الدكتور إيهاب هو أستاذ سابق في كلية الطب في جامعة المنيا، وهو دلوقتي في الكويت ومسؤول عن خدمة River of Lives، وهو بيزورنا هنا في كندا، وأنا سعيد أنه هو يكون موجود معنا النهاردة لأول مرة في الكارما كندا. أهلا بيك دكتور إيهاب. أهلا بيك حبيبي. أهلاً. سعيد جدا تكون موجود معنا. أنا أسعد بوجودي معاكم، وواثق أن الوقت النهاردة هيكون وقت البركة. أمين. رب هيباركنا فيه. أمين أمين. وأنا بشكرك لوجودك معنا، أنا عارف النهاردة آخر يوم ليك في كندا، أنت مسافر بكرة، فكويس أن احنا لحقناك في حلقة لايف معنا. كمان معانا مرنم الحلو الجميل اللي زي ما بقول تملي مش ممكن القعدة يعني تبقى حلوة كده من غيره، الأسيس زياد شحاتة، وأنا بشكر الله جدا من أجله ومن أجل النعمة والموهبة والمسحة كمان المعطالي. أهلا بك يا أسيس زياد. أهلا بك أخويا. سعيد تكون موجود معانا. بركة كبيرة لي. Thank you. مع حفظ الألقاب يا جماعة. سعيد جدا تكون موجود معانا النهاردة، وأنا عارف أن أنت قلبك مليان بالشكر، وعايزين ندخل، ونفسي النهاردة أنه من خلال حلقتنا أنا أول واحد محتاج أن موضوع الشكر ده ما يقعش مننا في زحمة الحياة وفي زحمة مشغوليات الحياة، ما تسقطش مننا وصية مهمة وحاجة مهمة زي موضوع الشكر، ولا سيما الكتاب بيفكرنا شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. أنا عارف إحنا عايزين نسمع ترنيمة، بس لو تدينا أبيتايزر كده الأول في دقيقتين خمس دقائق عن الشكر قبل ما نسمع أول ترنيمة من زياد. أمين. تفضل. أمين. لما تتفكر كده النهاردة هنتكلم عن الشكر، الرب فكرني كده إزاي إن السماء لما الرؤية اللي شافها يوحنا سفر الرؤية صح 5 شوف ازاي ان السماء عرش النعمة هو مكان مليان بالتسبيح، مليان مكان بالشكر، مكان مليان بالشكر، مكان مليان بالهتاف. والرب يسوع لما علمنا نصلي قال كده جزء من الصلاة الربانية، كما في السماء كذلك على الأرض. وعندي إيمان ان أجواء السماء اللي فيها شكر مش فيها تذمر، اللي فيها فرح ما فيهاش حزن، هي دي الأجواء اللي في الزمن ده الرب عايز تبقى مالية حياتنا، إن كان في بيوتنا، إن كان وإحنا في شغلنا، كان في اجتماعاتنا. إن الرب عايز يعمل نقلة في الأجواء بتاعتنا، تبقى أجواء كلها شكر للرب، كلها تسبيح للرب، كلها فرح بالرب. لأن الأجواء دي هي اللي بتفتح الباب، أو كأنها اللي بتجهز المكان إن الرب يتدخل في حياتنا عشان يتمم مقاصده في حياتنا وعشان يصنع معجزات في حياتنا. أمين. فالنهاردة باسم الرب يسوع نصلي كده إن كل واحد حزين أو تعبان أو متذمر نؤمن إن روح القدس هيعمل حاجة عظيمة جوانا، هينقل الأجواء دي، أجواء بيتي هتتغير، أجواء حياتي هتتغير،
الأجواء اللي أنا بروح فيها شغلة تتغير باسم يسوع. أمين أمين. دي أبيتايزر جميلة جدا جدا يعني، أول فاتحة كده فتح بيها موضوع أجواء السماويات. فعلا إحنا من شأن جو السماء ده، ربنا يدينا جو السماء ويدينا فعلا إن إحنا ندرك أهمية وحتمية الشكر في حياتنا. وده فعلا خلينا نعيش في جو السماويات من دلوقتي. أمين. 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 زياد. أمين أمين. زياد تبقى جميلة أول مقطع كده ما تاخد حتة من الإنجيل ويلحنها كده بصوته جميل ده، ربي يبارك. كنت عايزك تخلص بصراحة. طيب دكتور إيهاب، قبل ما ندخل في الموضوع، لو بنقرأ كتير جدا في كلمة الله عن الشكر، آيات كتيرة جدا عن الشكر، بولس شكرا لله على عطيات الله تريح، شاكرين الآب، والرب في لوقا 17 مدح الرجل الأبرص، كان فيه 10 برص واحد بس رجع، رب مدح الشخص اللي عطى الشكر. كتير بنقرأ عن الشكر، فلو تقدر يعني توضح لنا إيه يعني إيه أشكر؟ يعني بس أقول متشكرين وخلاص، ولا لها معنى أعمق من أنه ربنا شكرا يا رب؟ إحنا المفهوم اللي إحنا متعودين عليه عن الشكر هو ان حد يعمل لي حاجة فأقول له شكرا، فأقول له شكرا بالضبط. لكن لما تقرأ كتاب المقدس وتفهم، نفهم يعني ايه هو الشكر، ايه هو التسبيح، ايه هو العبادة، نلاقي ان الشكر والتسبيح والعبادة والهتاف ده حاجة الرب بيشتاق ليها، لانها نقدر نقول طريقة للتواصل بيننا وبين الله الآب. وده الحاجة اللي أبونا السماوي بيحبها جدا جدا، هو إن احنا نكون في شركة معاه. هو الرب يسوع لما مات على الصليب، هو مات عشان يفدينا من الخطية، عشان يدينا حياة أبدية. بس كان إيه الحاجة اللي بتحرك الله الآب؟ إن هو عايز يسترد العلاقة مع الإنسان اللي فقدت نتيجة خطية أدم وحواء. فالشركة بيننا وبين الله ده حاجة اللي في قلب الآب. فإحنا ما بنشكر الرب، هو في الواقع إحنا بنشكره على حاجات عملها، بس في فرق لما أشكر صاحب الشغل بتاعي إنه زود لي المرتب مثلا، أو أشكر بابا لأنه بيعتني بيا، لانه بيسدد احتياجاتي. فنفسي كلنا نبتدي نشوف ان احنا
واحنا بنقدم الشكر مش بنقدمه للمدير بتاعي، احنا بنقدم الشكر وبنقدم العبادة وبنقدم التسبيح لبابا اللي بيحبني، لبابا اللي عشان ينقذني من الهلاك الأبدي بذل ابنه يسوع من أجلنا. ده هيغير شكل عبادتي، ده هيغير شكل حتى شكري، لأني جاي أشكر بابا بحبه فجاي له أشكرك لأنك بتحبني، أشكرك أنك قبلتني رغم عيوبي، أشكرك لأني لما غلطت وجيت اعترفت بخطيئة غسلتني بدمك، أشكرك لأنك غيرتني من إنسان عبد الخطية والإنسان جديد، خليتني خليقة جديدة. فالشكر مش مجرد بس تعبير. وأنا بدرس امبارح والنهاردة عن الشكر، لقيت أن الشكر في الكتاب المقدس في نوعين، يعني حاجة أساس الرب شاور عليهم ليا وأنا بصلي كده. المعنى الأول أن في شكر زي ما قلنا أن بابا جاب لي حاجة فأنا بقول له شكرا، فأنا بشكره على عطيته. ده طبيعي، ولو ما عملتش كده يعني أنت تخيل أنك عملت حاجة كويسة جدا لواحد صاحبك ما شكركش، شوف انت، مش هقولها عشان البرنامج، شوف انت يبقى اسمك ايه. فده رد فعل طبيعي للرب عمله معايا، ده مستوى من الشكر، ان انا بشكر الله من اجل محبته لي، بشكر الله من اجل ابنه يسوع، بشكر الله من اجل الفداء، بشكر الله من اجل الدم السمين اللي سفك من اجلي على عود الصليب، بشكر الله من اجل انه شفاني، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. بشكر على حاجة حصلت في حياتي، ده مستوى. بس المشغول بيه قوي النهاردة أخويا بيتر مستوى تاني من الشكر، هو أني بشكر على حاجة لسه ما شفتهاش. بشكر وبسبح الآب السماوي ولسه الظروف بتاعتي صعبة. أوكي. زي المثال، تسمح لي بدقيقة، المثال المزمور اللي كان بيرنمه أخونا زياد دلوقتي، المزمور ده أنا مليان بالتسبيح، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر في نفسي، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معي. تفاجأ المزمور ده بيبتدي بإيه؟ ده كتبه إمتى داود؟ داود كتب المزمور ده في وقت من أصعب الأوقات اللي كان بيعدي بيها في حياته. كلنا يمكن عارفين قصة داود، إن الرب مسحه ملك صموئيل كده، رب قاد صموئيل إنه يمسح داود ملك ومسحه وخلاص، وابتدى بقى يقترب من شاول وبتاع، لكن شاول غار منه وابتدى يطرده وعايز يقتله، وفي وسط كل الظروف دي تلاقي داود بيكتب لنا عظموا الرب معي. تعظموا ازاي يا داود؟ ده انت الرب وعدك انك تكون ملك بس انت معرض للموت، الرب وعدك انك تكون ملك بس انت هربان من شاول وخايف انه في اي لحظة يقتلك، الرب وعدك انك تبقى ملك لكن انت عامل نفسك مجنون، وتقرأ القصة كأنه بيريل كده قدام ابي مالك. لكن ده المستوى اللي روح القدس عايز ينقلنا اللي في التسبيح والعبادة، وزي ما هندرس النهاردة مع بعض ازاي ان المستوى ده بيفتح الابواب على حياتي لبركات كتيرة، بيفتح الابواب على مصراعي قدام الرب عشان يعمل معجزات في حياتي. امين امين. يبقى افهم كده انه الشكر ده رد، زي ما قلت حضرتك، في مستويات او درجات من، او في ممكن نسميها سلم الشكر، ممكن يجوز يعني سنة أولى وسنة تانية. سنة أولى وسنة تانية. الشكر الأولاني، مستوى الأولاني إن ربنا أعطانا الكثير، ولو فكرنا فيها يعني شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، اللي نقلنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محب، يعني ربنا العمل معانا كتير جدا جدا جدا، فمن باب أولى إن احنا يعني نبص لورا كده ونقول له بس شكرا ليك يا رب. امتنان. يعني امتنان. بالظبط. يعني اما بتعمل حاجه في حد وما يشكركش اللي تزوق. بالظبط. انا هقول لك على حاجه بقى. انا عارف انت عايش في الكويت، بس القصه دي بس يعني مش مثال للناس، لا. هنا في كندا
انتم ما عندكمش دي في كندا بقى منها يعني البرد فيها قارس قوي قوي قوي. الكويت حر قارس. والكويت بقى. انتوا عندكم حر بس عندكم برضو لما تدخل مكان مول مثلا بيبقى فيه بابين ورا بعض ولا باب واحد؟ باب واحد. احنا هنا بقى عشان السقعه فلازم يكون فيه بابين. فتدخل المول مثلا تلاقي باب وبعدين باب تاني على طول. تدخل الجيم مثلا تلاقي باب وباب تاني ورا. فمره داخل الجيم واحده جايه ورايا فيعني مسكت لها الباب عشان فدخلت وما قالتش ثانك يو، ما قالتش شكرا يعني. احنا متعودين تمام لما كده لازم اقول لك ثانك يو، ما عملتش كده. جيت على الباب الثاني وكترس. طبعا انا مش بقول ده مثلا ناس دي شاشات بي، بس يعني انا بصراحه يعني هي مفروض ذوقيا ابسط حاجه انها تقول ثانك يو، ما قالتش كده. انا خبطت لها الباب. هي حره بس ايه، هي متوقعه ان انا ايه داخله وفاكره ان انا هكمل يعني. لا هي ما قالتش ثانك يو. فطبعا ده مش مثال يعني، بس بيدينا فكره بالظبط يعني. بس الرب احيانا بيعمل حاجه تشبه كده يعني. احيانا ربنا بيتصرف كده حتى يعلمني يعني. احيانا يعني انت قلت لنا مثال في البدايه، مثال العشر برس. اللي رجع شكر الرب اتعامل معاه 17. الرب اتعامل معاه بطريقه مختلفه عن التسعه ما شكروش. بالظبط التسعه رب فتح لهم الباب الاول زي حضرتك وطهرهم مثلا مع معجزه، لكن لما ما تجاوبوش مع ده ورجعوا شكروا الرب ما استفادوش. الشخص اللي رجع شكر الرب الابرص العاشر ده الكتاب بيقول الرب يسوع يقول له كده ايمانك قد خلصك. كلمه خلصك هنا دي كلمه كبيره قوي قويه جدا، دي مش بتعني خلاص للابدي بس للخطيه. الكلمه دي في اصلها اسمها اليوناني بتاعها سوزو. سوزو سوزو، كلمه سوزو دي هي نفسها اللي الرب يسوع كان استخدمها مع المراه نازفه الدم، قال لها ايماني قد شفاكي. وهي نفس الكلمه تعني انك كون صحيح، انك تكون صحيح. نفس الكلمه تعني حريه يعني بركات. الشخص الابرص لما رجع، لما الرب لمسه اللمسه الاولى ورجع بارك الرب على اللي عمله معاه الرب يسوع. لا البركات اللي اتت على حياته او التعامل الالهي معاه اعظم بكتير يعني. انا الرب فداني وغير حياتي وغفر خطاياي وبقيت ابن لي، لكن لو عايش بعد ما نلت ولادة تانية عايش حياتي مؤمن متذمر، فين ربنا؟ ربنا بيعمل كده معايا ليه؟ وفين الايات مش بتتحقق ليه في حياتي؟ ومركز على الامور السلبيه وما شكرتش الرب على اللي عمله معايا، ما بصيتش على الحاجات الحلوه اللي الرب بيعملها معايا وشكرته عليها. ده هعطل حاجات في حياتي، مش هتحرر بسرعه، مش هاخد نقلات روحيه بسرعه. ممكن هيعطل الشفاء الجسدي لو انت بتصلي من اجل الشفاء. عشان كده الحلقه بتاعت النهارده مهمه جدا جدا جدا، ان كنت مؤمن حقيقي كمان انت محتاج تاخد تفتح الباب التاني. ما ينفعش تفتح باب واحد زي ما اخونا بيتر قال، افتح الباب التاني، كمل، ارجع للرب واشكر، باركه، اشكره في كل يوم. لو ما عندكش حاجه تشكر عليها اشكره على الصليب، اشكره على الدم، اشكره انه قبلني انا انسان واحد زي كان عايش في الخطيه وحياته مدمره، لما امنت بالرب يسوع اداني حياه، غفر خطاياي، غيرني. دي حاجه تكفي جدا ان اجي اشكر الرب عليها كل يوم. وجوده في حياتي، وجوده في حياتي كل يوم، غرض مقدس وغرض سامي انا اعيشه كل يوم. فالامتنان للرب فعلا ده مستوى، واعتقد والايمان اللي هو لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. شكر هنا بيعني ايمان مش كده؟ وانت داخل تشكر الرب ومصدق انه حتى لو حالتك وحشه وبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. ومش بس كده، الايمان ده هيرضي الرب زي ما تفضل دكتور، هيفتح اجواء روحيه على السماويات، لان ده الغرض. الله يرضى بالايمان، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. فالشكر ده وسيله واسلوب من اساليب العباده، وانت بتشكر وانت بتحمد الرب مش على شيء، مش بس فقط على وجوده في حياتك، على صنيعه معك وممتن، لكن على الايمان بانه الله يستحق هذا الشكر، وايضا
الإيمان بأن الله أعطاني الكل، أدعو الأشياء الغير موجودة والغير منظورة كأنها منظورة وموجودة. أمين. يبقى كده كلام رائع جدا. يبقى كده نفهم أن الشكر ده رد فعل طبيعي، الله اللي عمل معانا الكثير، مش بس فتح لنا الباب، لا ده هو طبعا فتح لنا الباب بس مش للجيم، لكن فتح لنا الباب إلى الأمجاد إن احنا نكون أولاد وورثة معه. فرد فعل طبيعي إن العمل الرب إن احنا نشكر، لكن عدم الشكر واضح إنه اللي شكر، أو بتعبير أدق، اللي شكر الرب ده أخذ شفاء كامل نفسا وروحا وجسدا. قلت هذا الكلمة باليوناني سوزو، أخذ شفاء كامل نفسي وجسدي وروحي وتمتع بشفاء الكامل علشان نفسيته بقى شفيت. طبعا طبعا اكتئاب. تخيل ان رب المجد يقول لك انت شفيت. يعني انا اتخيل مع حضرتك ان الشخص الابرز ده عايش سنين طويله مرفوض من المجتمع، جواه احساس بالرفض، جواه احساس حتى من اهله، جواه احساس ان هو اقل من غيره، منبوس، جواه احاسيس كتيره سلبيه. اعضاء في حتت من جسمه بتقع، الابرز مش بس بيبقى بقع، ده في حتت من جسمه صوابعه ورجليه بتقع. فالشخص ده لا يكفي، بس هو محتاج مش بس انه البقع البيضة دي تروح. هو اتقبل بالنسبة للمجتمع، لكن هو نفسه جواه في حاجات محتاجة تشفى، محتاجة نفسيته، الرفض ده لسنين طويلة، لا غفران للناس اللي طردوني من بيوتهم. الشكر يفتح الباب لكل ده. أمين. لو أنا جوايا مرارة أشكر الرب، تذكر محبة الرب ليك وأشكره عليها. أمين أمين. طب ممكن سؤال على جنب كده، حتة صغيرة بس عشان إيه نوضح. حضرتك أشرت أما قلت الشكر، قلت كلمة تسبيح، هل الشكر هو التسبيح، هل هو الحمد، ولا دي يعني ثلاثة دول مترادفات لشيء واحد، ولا الشكر غير التسبيح غير الحمد؟ قبل ما نكمل حتى كده سؤال يعني على جنب كده، سؤال صعب. هو طبعا اخونا زياد كمان ممكن يكمل على اللي انا بقوله. لكن الشكر يعني بتشكر على حاجه الرب عملها معاك، حلو، او حاجه عندك ايمان ان الرب هيعملها معاك. اوكي اوكي. التسبيح انا بسبح الرب على شخصه، على عظمته، على انه خالق الكون ده، على قدرته الالهيه، على ان هو يهوى رافع، ان هو يهوى يرى البراء، على شخص الرب، مش على حاجة حصلت، على شخصه، حاجة صفة فيه. فبسبح لانه صالح، احمدوا الرب لانه صالح والى الابد رحمته، لانه بيحبني محبة ابدية، لانه صالح في كل طرقه، لانه امين وعادل. فانا دايما بسبح الرب من هذا ده معنى التسبيح، لانه صالح فانا بسبح. مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت مستحق، حتى لو ما عملتش في حياتي أي حاجة. أوكي. حتى لو ما شافتنيش، حتى لو ما رأتنيش في الشغل، لكن أنا هسبحك لأنك عظيم. صالح، لأنك مستحق. أمين. تسبيح. أمين. لا كده 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 توضح العملية. صح. احنا نشارك الملائكة التسبيح، مع أنه الملائكة لم تختبر ما حصل معنا، يعني الرب تمنى على سرائره. الملائكة أبدا، هي عبد مأمور، حضور الله معلن، بتسبح الله. إحنا مختلفين، لكن زي ما تفضلت، نحن نشكر الله ونسبح الرب على صفاته ونعلن مجده وتميز الله في حياتنا. التركيز كله ينصب على الرب في التسبيح والهتاف. والهتاف يقترن أكثر في الحرب، فأنت تعلن وبقوة بهتاف، يعني صوت عالي وبإيمان مرتبط بالمكتوب، أن الإيمان، موضوع الإيمان، أن الله سيتعظم سيتمجد في هذا الأمر، زي أسوار أريحة لما كان فيه هتاف بالإيمان في الوقت الرب. يعني في الكلمة إلها يعني أصل، لما يكون في إيمان مع حضور الله ويعلن الإيمان مع هتاف تسقط الأسوار. أمين. يبقى نفهم من كده أنه الشكر على شيء، الشيء ده سواء رب عمله أو هيعمله، سواء الشيء ده رب عمله أو هيعمله، ده الشكر. لكن التسبيح مرتبط بالشخص الرب نفسه،
وده النقطة حضرتك قلتها، أنا بسبح الله لأجل شخصه، مش بسبح الله عشان عمل عمله أو عمل هيعمله، لكن بسبحه عشان شخصه. ويمكن برضو النقطة اللي قالها زياد مع حفظ الألقاب بقى، زياد وإيهاب بالذات ممكن أقول آية توضح قوي قوي. فهو برضو النقطة اللي قالها إنه التسبيح للملائكة ما خدتش حاجة من الله، ما عملش معهم خلاص، ما أنقصهمش من ضيقة، أو مش هيعمل معهم حاجة، لكن ده التسبيح لأجل الله. تفضل الآية. أنا فاتح رؤية 4 قدامي، يعني عشان ما نطلش في النقطة دي، لكن شافوا العرش، يوحنا شاف العرش وشاف كائنات روحية مليانة عيون، يعني بمعنى انها شايفة ابعاد كثيرة في قدرة الرب وشخص الرب. فايه اللي كانوا بيعملوه؟ يقول لك كانت لا تزال نهارا وليلا تعمل حاجة واحدة، قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والذي والكائن والذي يأتي. هو بيسبح الرب، هو هنا ما قالش حاجة عملها مع الشيوخ أو الملائكة دي، ما الكائنات دي ما قالتش حاجة الرب عملها معها، لكن بيسبحوا لأنه شايفين عندهم إعلان، ده قدوس، ده ما فيش زيه، ده عظيم، ده جميل، ده كائن من والكائن والذي يأتي القادر على كل شيء. ده التسبيح. في الإصحاح اللي بعده تلاقي بيباركوا الرب، يشكروه في إصحاح 5، الرب يسوع بيرنموا ترنيمة جديدة، ده الشيوخ 24 شيخ بيباركوا يسوع الخروف، بيقولوا كده قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختمه، ليه؟ أنك ذبحت واشتريتان لله بدمك. ده شكر. تسبيح فيه شكر. لا التاني تسبيح للرب صفة الرب. ده شكر عشان حاجة، الصليب التسبيح عشان الفداء بالزبط. عشان الدم. أوكي. لا كده واضحة جدا جدا جدا. طيب حضرتك أشرت إلى حاجتين مهمين ونفسي أنا أسمع التانية. قلت بنشكر على حاجات حصلت، والجميل بقى ما نشكر الله على حاجات لسه ما حصلتش. طب لو نبدأ الأول ننهض بالتذكرة كده تشجعنا، زي ما قلت أنا في المقدمة مرات كتيرة جدا بتقع مننا حاجات تبقى وصايا مهمة قوي، بس مع زحمة الحياة وزحمة الدنيا وزخم الدنيا كلها بتقع مننا مرات حاجات مهمة، فتنهض بالتذكرة كده أذهاننا يعني بالحاجات اللي نشكر الله علشان حصلت قبل ما ندخل، وبعدها نسمع ترنيمة من زياد وندخل في ذبائح التسبيح، ذبائح الشكر اللي هي حاجات لسه ما حصلتش. انا في يوميا لازم بقضي وقت في بدايه اليوم بشكر الرب على حاجات عملها معايا. جميل قوي. فانا هقول لحضرتك انا بشكر على ايه. حلو قوي. اتفضل. مش هوعز لك اقول لك اللي انا بعمله، وده اللي احنا عايزينه بصراحه. انا ده اللي انا بحبه. احنا مش جايين في تملي بقول برنامج خطوات قدام يا جماعه، احنا مش جايين نوعظ، ولا طبعا مش غلط الوعظ، ولا جايين نقول كلام، لكن احنا جايين نشارك بخبرات عملية مبسطة جدا، بحيث ان احنا كلنا بنعمة الرب ناخد خطوات لقدام، وحياتنا مع الرب كل يوم كل يوم تتقدم لقدام لحد ما نوصل لصورة الكمال، والرب يشوف فعلا فينا في كل واحد فينا الصورة اللي بيرجوها. إيهاب استسمحك الاول قبل ما ندخل في الموضوع ده اخد مكالمة. طبعا. طيب وكده معنا الاخ عريان، حضرتك على الهواء تفضل. طيب يبدو الخط سقط. تفضل. أوكي. قول لنا بقى بتشاركنا بقى بالظبط كل يوم انت بتشكر الله على حاجات عملها في حياتك. بشكره وبشجع كل واحد بيشاهدني انه يقضي يوميا 10 دقايق الصبح وانت في العربية وانت قبل ما تنزل من البيت اشكر على أو حابب تقولي تشكر على حاجات اللي أنا بشكر عليها، أو ممكن تزود أكتر بكتير كمان. أول حاجة بشكر عليها كل يوم الصبح هو الفداء. هو دم يسوع اللي صفت من أجلي على الصليب، إن يسوع حبني وفداني وإنه غفر خطاياي وإنه إداني رداء البر والخلاص ونقلني من الظلمة إلى النور، نقلني من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبته، إنه خلاني خليقة جديدة. ده حاجة بشكر عليها كل يوم. بشكر الرب من أجل الروح القدس اللي ساكن فيا، اللي بيعين ضعفاتي وأنا بخدم، إنه بيديني قوة للخدمة، اللي بيقودني،
بشكر الرب من أجل يوميا لأني عندي family history، عندي تاريخ عائلي، الفداء من اللعنة، أن الرب فداني من اللعنة، أن ما فيش لعنتها تأتي على حياتي بسبب دم الرب يسوع وبسبب اللي عمله الرب يسوع على الصليب. بشكر الرب كل يوم من أجل الحماية الإلهية، أن ملاك الرب حال حول خائفين فيه وينجيهم، أني واثق أن الرب معايا. بشكر الرب في كل يوم أنه لو في حد بيتآمر، رب يبطل مؤامرة، يبطل مؤامرة الأمم اللاشة، أفكار الشعوب، لأن بنشتغل في مجتمع وبنخدم في مجتمع ممكن يبقى فيه مؤامرات. بأؤمن أن أي مؤامرة، أي مخطط من ناس أو من إبليس ضدي، الرب بيبطله. بشكر الرب لأنه بيبطل هذه المؤامرات. بشكره من أجل أني أنا قادر أروح الشغل، أني بتنفس، أني دايما بدور على حاجة أشكر الرب عليها. اللي أنا عايز أقوله أني باخد وقت، باخد قرار فيه أني في هذا الوقت ده أنا لازم أشكر الرب، مش فبدور على إيه ممكن أشكر الرب على حياتي. أمين. أني ابحث، دور إيه في حياتك تشكر عليه. كتير احنا بنقعد ندور على الحاجات الوحشه اصلا. بالظبط، خليك ايجابي او جاز التعبير، ابتدي دور على الحاجات الحلوه اللي في حياتك بتشكر الرب عليها. امين. ما يبدو الاخ عريان رجع تاني على الخط. اهلا بيك اخ عريان، تفضل حضرتك على الهواء. بحييك وربنا يبارككم في موضوع الحلقه. اهلا بيك، شكرا. على كيس البطاطس اللي ممكن يقع او الواحد حريص عليه ان ما يقعش، دي كانت ملحوظه جميله. ويمكن الموضوع جامد قوي، ويمكن حد بيتفرج على رضا الله، اشكر على كل شيء، يقول اشكر على ايه ولا ايه. ده في ناس في ظروف صعبه، وممكن يكون حد بيتفرج علينا يقول لك عنده حد مريض اشكر ازاي، او حد دخل على عمليه اشكر ازاي، واحد ثاني مديون اشكر ازاي. انا عاوز اقول انا كنت زي المشاهدين برضه بطلب اشكر ازاي، لحد ما اتعلمت. كنت قابلت حد سيده ساكنه في الهرم، كان عندها بنت 25 سنه مخطوبه، وكان فاضل لها شهر على الاكليل بتاعها. قرروا هم ينزلوا يجيبوا هدوم فرح، والبنت وهي بتجيب وبتختار الهدوم اللي هتلبسها يوم الفرح، وماسكه الهدوم كده في لحظه وقعت وماتت. انا بقول لها كيف ماتت بكورونا؟ قالت لا اسمعني الان. قلت لها اتفضلي. قالت لي ما ماتش كورونا. قالت لي انا عندي ماما ماتت من فتره، وكنت حزين على ماما قوي، وما كنتش قادره اقبل تعزيه من ربنا ولا اي حد يعزمني. لما كان حد يعزمني كنت اقول له ليه ربنا يحرمني من ماما؟ ليه انا اشمعنى ماما؟ دي ماما نور عينك. يبدو الخط قطع. اخ عريان يبدو ان الخط قطع، بس مداخلتك جميلة جدا، ويريت تطلبنا مرة تانية عشان تكمل القصة الحلوة اللي انت بدأتها معانا. طيب عبال ما الاخ عريان ندخل معانا مكالمة تانية من الاخ مسعد من مصر. اهلا بيك اخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك اخ مسعد. ربنا يبارككم. ثانك يو حبيبي. قدام اللي معاك. ثانك يو، شكرا ليك. تفضل. بالنسبة لعملية الشوكة دي، يجب على كل واحد قبل ما ينزل يشكر ربنا ويرنم ربنا لمدة ربع ساعة. لمدة ربع ساعة دي أقل حاجة. بالظبط. عايز أقول حاجة. أكثر واحد بيتحارب الإنسان المؤمن اللي بيسبح ويشكر ربنا. الإنسان المؤمن اللي بيشكر ربنا ليه؟ إنه التسبيح وبشكر ربنا بيزج الشيطان، والشيطان بيرمي عليه هجوم جامد بحيث إن هو يخليه تاني يوم ما يسبحش. حلوة النقطة دي. حصلت معايا كذا مرة، لازم أطرح الموضوع دوت. حلوة النقطة دي يا أخ مسعد. دي نقطة جميلة. ربنا يبارك. لا حبيبي، شكرا ليك. لا نقطة جميلة جدا، شكرا لمداخلتك. والأخ عريان بيتكلم والأخ موسى، افتكرت حاجة حصلت، افتكرت دلوقتي وهم بيتكلموا. بنت صغيرة خالص سارة، إما كان عندها أربع سنين وثلاث سنين، كنا نقعد نصلي كلنا. احنا متعودين نشكر رب إن احنا لازم نصلي معهم على يعني أتليست وانس ويك، ان لم يكن كل يوم. فهي كانت تقعد وكانت تطول قوي في الصلاه، يعني كنا نخليها اخر واحده تصلي،
ليه؟ لأنها بتطول قوي في الصلاة تشكر ربنا، تقول له يا رب يسوع نشكرك، بيصلي بالإنجليزي، نشكرك على البيت اللي احنا فيه، لأن لو ما كانش عندنا بيت كنا زمان قاعدين في الشارع. نشكرك على الكنبة اللي أنا قاعد، لو ما كانش عندنا كنبة وتقعد بقى تقول في الصلاة، لو ما كانش عندنا كنبة كنا زمان قاعدين في الأرض. ونشكرك على البوتاجاز، لأن لو ما عندناش كنا هنطبخ إزاي النهاردة؟ ولو ما كانش، وشكرك على المية، لأنه ما كانش عندنا مية كنا هنشرب ازاي مية؟ وتشكر على كل حاجة في البيت، لدرجة يعني اخواتها بقى كانوا يقولوا خلاص امين امين امين، يعني خلينا نخلص. بس فعلا لو فكرت فيها، انا فكرت في نفس الموضوع ده من كام يوم. انت بتسمع كتير عن حوادث العربيات اختلت في يده وعلق، يعني عجلة القيادة او قدامك ممكن واحد في ثانية، ودي بتشوفها واحد سايق تراك راح يجيب السندوتش في الثانية دي راح ضارب كام عربية قدام. فتخيل في كل ثانية كام عربية معدية جنبك وفي قصادك، يعني لو تخيلت كام مرة ربنا بيحافظ عليك. ممكن التراك ده كان يعمل كده، ممكن عجلة من التراك كتفلت منه وتيجي في العربية هيد اون كوليجن انتهت، او كان ممكن واحد تختل في ايده، او ممكن او لو فكرت في يعني في كمية العناية الالهية في كل ثانية فعلا ما تتعدش، لا تعد، لا يمكن ان تعد. حصلت عنايتك روحي بالظبط كده. معلش دخل اخي عريان تاني، ناخد المداخله وبعدين نكمل الموضوع. اتفضل اخي عريان، حضرتك على الهواء وشكرا لمؤتمر. انتوا قاعدين على الهواء وجيت رئيس فستان الهواء، يعني انتوا دايسين عليه، عشان كده هو مش عاوز يسمع ولا يدي فرصه لشهاده الشكر. امين امين، لانه هو رئيس سلطان الهواء. انتوا دايسين عليه، واخويا حضرتك القسيس زياد لما بيسبح بيهدوا اكتر واكتر واكتر. ربنا يبارك في اسم يسوع. ثانك يو حبيبي، ثانك يو. باختصار عشان نقلب فيديو وقع الخط، الست وهي بنتها رايحين يدفنوها في التراب وهي بتصرخ جوه التراب بتقول له انا مش قادر استحمل، عينيها بتقول كده عينيا وانا جوه التراب اتفتحت عن السماء وشفت بنتي في مكان رائع جدا، مكان قلت لها شكل السماء ايه؟ قالت لي مهما اوصف لك الجمال اللي انا شفته ما اقدرش اعبر قد ايه بنتي في مكان رائع جدا، وبدات تشعر وتاخد وتقبل على حياتها الشكر، رغم ان بنتها كانت فاضل لها شهر، قالت انا تعزيت قوي، انا نفسي كمان حاجه جميله جدا، قالت لي بعد ما دفنا البنت وقفلنا عليها بدات امسك الناس اللي جاي تعزيني واقول لهم اقبلوا رب المجد يسوع، اقبلوا النهارده يوم خلاص النهارده يسوع بيقدم لكم الحياه. ده ايه؟ ده مفيش دقايق بتسال بنتها. قالت قلت لها مين اداك القوه دي؟ قالت رب المجد يسوع. انا في الاول لما امي ماتت ما كنتش قادر استحمل، لكن يسوع لما اداني كيف اشكر في وسط الظروف عينيا اتفتحت عن الشكر. انا بقول لكل حد متذمر الحل ان انت تشكر في كل شيء، ده مش كلام احنا بنقوله ولا شعارات، اقبل ان انت تشكر تقدر تهز مملكه. امين امين امين، مداخلة في منتهى الروعة يا خياري، يعني شكرا ليك كتير على مداخلة الجميل. احنا برضو بنشكر اهو. شكرا ليك على المداخلة الجميلة اللي انت عملتها كده. ضاف هو موضوع تاني، احنا قلنا نشكر على حاجات حصلت او حاجات ما حصلتش، بس ده بقى اللي قاله يا خياري شكرا بالرغم منه. معاك ايه الجزء الاولاني قبل ما نسمع ترنيم؟ امين فضل. انا في جيف ذهني و حد من اخواتنا وهو بيشارك، مش عريان الاخ التاني مش فاكر، مسعد ايوه هو بيتكلم على الارواح الشريره، فافتكرت ايه في سفر المزامير ايه 8 ايه 2 اعتقد، من افواه الاطفال والرضع اسست ايه حمدا شكر. ان ده مشروع الهي، الشكر ده مشروع الهي. الرب بيقول كده اسست حمدا لتسكيت عدو منتقب. تسكين من التسكيت دي في الاصل بتاعها هايله كان حد كده كان نشيط وجاله شلل غير قادر على الحركه. عشان كده التسبيح مهم، لما بنسبح الرب ابليس بيبقى مشلول. بالظبط ده حقيقي. الارواح الشريره بتفقد الحركه بتاعتها، بتضعف جدا. علشان كده لما يكون في خناقه جه في ذهني، فعشان كده بقول يمكن حاجه ربنا بيرسلها رساله لحد بيسمعنا. لما تلاقي ان بيتك في خناقه او جو متوتر خش اوضتك
وابتدي سبح الرب، اشكر الرب، تذكر احسانات الرب، اشكره من اجل الدم، اشكره من اجل الصليب، انسى المشكله، انسى ابنك اللي تعبك، انسى انسي جوزك اللي مضايقك، وابتدي اشكر الرب، اشكر الرب، اشكر الرب. في معجزه هتحصل، الارواح الشريره اللي بتعمل الخصام والمشاكل دي هتصاب بالشلل، هتبقى بلا حركه. امين. وده الرب استخدم الايه دي كمان في العهد الجديد، مظبوط، في انجيل متى او انجيل لوقا. امين امين. يبقى كده نشكر الرب على ماذا ارد للرب من اجل كل حسناتي. وبولس الرسول في كورنثوس الثانية يقول شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هاليلويا. فعلا عطيته لما فتح الهدية كده وشاف ابن الله الذي احبني وبذل نفسه من اجلي، اي شيء يمكن ان هو يساوي الموضوع ده. هاليلويا. وزي ما سمعنا من اخ عريان، واحده بنتها ماتت قبل ما تتجوز، مش طبعا دي يعني لو حكيت دي العقل البشري ما قدرش يستوعب الكلام ده، لكن اعتقد ده فاجئ اعلان بالظبط، ده ده, ده ده عمل الهي، ان في وسط كل ده، في وسط كل بتشكر الله. واعتقد فعلا زي ما ذكرت في بدايه الحلقه، وفي وسط الحاجات اللي انت شايلها، الحاجه المهمه او الحاجه الغاليه تملي هي اللي تقع منك. واعتقد موضوع الشكر ده بيقع من حياتي، وانا بعترف انا نفسي مرات كتيره بناخد الامور فور جرانتد. بالظبط. يعني فتح لها الباب، مستوقعنا يفتح لها الباب الثاني، امور فور جرانتد. لكن محتاجين فعلا احنا نسكن انفسنا ونقف كده ونتذكر لالا ننسى ما فعله الرب معنا، ولا تذكرنا ان انت كنت حياتك بدون الرب كانت هتكون فين؟ انا كانت حياتي هتكون فين بدون الرب؟ بدون تدخل الرب كنت هقضي ابديه في بحيره متقده بنار وكبريت. يس. كانت يعني في بعد كده فعلا ده محتاج ان احنا نهدئ انفسنا. وكل يوم الجميل اللي بتعمله الصبح 10 دقائق على الاقل، 10 دقائق فيها نشكر الله، صدقني ممكن تلاقي نفسك مش قادر تبطل طبعا، لكن على الاقل نبتدي ب 10 دقائق. حاجات جميله وحاجات مره صدقني. مره بتشكر على حاجات مره. ما قال لك الاخ اللي الاخ عريان قال لك بتشكر الله على حاجات في بعد واحده بنتها ماتت بتشكر وبتشكر يعني وات ايلس يعني. في مرات اخ بيتر بتشكر على علاقات واخوه يعني مؤثرين في حياتك، معلمين، صانعين فرق، وممكن اشخاص يكونوا حقيقه سلبيين. اي ثينك الشكر لله لاجلهم ووجودهم في حياتك اللي بيشكل It shapes you يعني. ده بيخلي العلاقات سهلة سلسة. أنا اختبرت ده، شكر للرب على الناس الموجودة في حياتي، الله أوجدهم حتى أنا أتغير. بالظبط. في ناس ما تبلعوش مع 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 سيفن أب يعني بصراحة، ولا مع أي ولا مع سيفن داون حتى. Tell me about. بس الرب وجودهم في حياتنا بيعمل فرق. خلينا أضيف حاجة كده على بتوع سيفن أب دولت، الرب نفسه وكان بيشكر الآب، بيشكر الآب على إيه؟ الذين أعطيتني. اللي هو إحنا، أنا وإنت، مع إن إحنا ما يعني لو فكرت فيها فهاش حاجة يعني. أشكر الله في مؤمنين كتار كويسين، بس لو بتكلم عن نفسي في مؤمنين liability مش assets، واخد بالك؟ لكن الرب بيشكر الله على الناس، على المؤمنين دول. شكر رب يسوع، شكر على الخمس خبزات والسمكتين. بالظبط. لا بس اكتر حاجه انه يشكر على المؤمنين اللي عطاهم. مع قدر المصيبه اللي انتروه ده مصيبه عطاه له الاب، بس في نظره لؤلؤه واحده غاليه الثمن. يلا اتفضل. شكرا من كل القلب، شكرا للقدوس الرب، شكرا لأنه أعطانا ابنه، شكرا من كل القلب، شكرا لأنه أعطانا ابنه.
والفقير لي الغنى لأجل ما أعطى الرب لنا ليقول الضعيف بطل الأنا والفقير لي الغنى لأجل ما أعطى الرب لنا شكرا 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 يا أخي زياد على الترنيمة الحلوة دي. وشكرا على اختيار الرائع. الله يبارك. أنا نفسي أسمع منك على موضوع إزاي أشكر بالرغم إنه مش حاجة حصل ده حاجة بقى لسه ما حصلتش بس أشكر in advance يعني بشكر الله كأنها حصلت. بس أتسمحك في مداخلة بس مش على التليفون لكن جات لي دلوقتي من رجل الله الجميل مازن بطرسة بعت لي أستسمحك أن أقرأ المداخلة بتاعته. مساء يسوع حبيب الغالي أخي بيتر. أنا بحب جدا كلمة مساء يسوع مش مساء الخير ولا مساء الجمال لكن مساء ما هو أعلى من الخير والجمال مساء يسوع. كلمة حلوة قوي قوي بحبه دي مشهور بيها مازن مساء يسوع. الرب يباركك وضيوفك الرائعين الأخ المبارك القسيس زياد والقس إيهاب عملك قسيس بقى دي نبوة برضو يمكن والقس إيهاب وحلقة أكثر من رائعة وعنوان الحلقة حقيقي وفهمه وإدراكه لوحده يغير. حبيت أشارك مشاركة بسيطة وملخص الدروس تعلمتها من اختباري الشخصي ورحلتي البسيطة في 35 سنة مروا وما زلت أتعلم وعملت وما زالت بتعمل فرق كبير جدا في حياتي كل يوم وكل اليوم. الشكر من القلب من أعظم علامات النمو والنضوج الروحي. تاني الشكر من القلب مش من اللسان من القلب أعظم علامات النمو والنضوج الروحي. بأول إيماني كنت أطلب وأشكر وبعد الاختبار والإدراك علمني الروح القدس أن الأول كان أطلب وأشكر بعد كده علمه الرب أنه أشكر وأشكر فتغيرت حياتي ورأيت قفزات روحية. تعلمت كل يوم أشكر الرب على الأقل 86,400 يعني 86,400 مرة على الأقل. وسألني أحدهم لماذا 86,400 وكان هذا ردي في اليوم في 24 ساعة وفي كل ساعة في 60 دقيقة وفي كل دقيقة في 60 ثانية يبقى اضرب دي في دي في دي تطلع لك 86,400. دقة قلب أعطاني إياها يسوع كل يوم أتنفسها مجانا بفضل نعمته ومحبته. احنا بناخدها فوق جرانتد دقات القلب فوق جرانتد وشكره على عطية العطايا The unspeakable gift شخص ربنا ومخلصنا وسر وهدف حياتنا. Thanks be unto God for his unspeakable gift عطية الله التي لا يعبر عنها والباقي بونص. هللويا. يعني عطية العطايا شخص الرب يسوع المسيح انه اعطانا نفسه. واخيرا تعلمت شوف الحتة دي جميلة قوي. أخيرا تعلمت دي خلاصة الأمر كله مش الفرحان اللي بيشكر بل الشاكر فرحان. صح مش الفرحان هو صح. اللي بيشكر لكن الشاكر فرحان وده لحضرتك اتكلمت عنه في بداية الحلقة. وشكرا شكرا شكرا لبرنامج خطوات قدام الرائع والحلقات العملية جميلة بحبكم في رب يسوع جدا واحنا بنحبك جدا يا مازن يا رجل الله الجميل بارك بارك يا مازن مازن ده جرابة قريب يا عم ايوه عم بقى الله يبارك يا اخ مازن. شكرا يا مازن على المداخلة الجميلة الحلوة دي يا رجل الله الحلو مداخلة جميلة جدا مش الفرحان شاكر لكن الشاكر دايما فرحان ويشكر الرب 86,400. طيب نكمل بقى الموضوع الاساسي بقى الجميل اللي حضرتك عايز تشاركنا بيه الكريتيكال بقى كل قول لنا بقى الكريتيكال ده يلا الميكروفون معاك وانا هسكت خالص. في خطوره من في الحلقه اللي احنا بنعملها النهارده ايه الخطوره من الكلام اللي انا بقوله انه يتحول الشكر
كأنه واجب لازم نعمله، كأنه ناموس. أمال هو إيه؟ لا، الشكر، الشكر ده نتيجة. الكتاب بيعلمنا كده، سات يعقوب بتقول كده إن على أحد مشقات يعمل إيه؟ يصلي أو مسرور أحد فليرتب. إن الشكر لازم يكون نتيجة حالة القلب. الشكر الحقيقي اللي الرب عايزه هو نتيجة إن قلبي فيه سرور، فيه راحة، فيه طمأنينة. ده الشكر الحقيقي. وده بيجي من يعني ده مش عكس اللي هنقوله بعد شوية، الشكر اللي فيه إيمان. لكن كمان مهم قوي أبقى فاهم إن الشكر ده نتيجة حالة القلب. يعني إيه؟ يعني لو أنا دلوقتي عندي مشكلة ومتضايق وكده، كتاب بيقول كده على أحد مشقات يعمل إيه؟ يصلي. ولما نقرأ في قصة يهوشافاط شاركك بيها، شارك حضرتك بيها، هتلاقي في البداية قصة يهوشافاط مع في قصة فيها التسبيح والشكر بكل قوة، زي ده سلاح انتصروا بيه على أعداء أقوياء جدا. لكن يبتدي بإيه؟ بالصلاة. إن عشان يبقى قلبي شاكر، عشان يبقى قلبي فيه فرح، عشان أقدر أشكر الشكر اللي يهز مملكة الظلمة ويفتح أبواب السماء، لازم بيكون وراه قلب بيصلي. لما أكون في ضيقة ببتدي بالصلاة على أحد مشقات بصلي. والرب يسوع كده في الصلاة الربانية أعطانا تكنيك أنا شخصياً بسميه، تحكوش عليا، ساندويتش تكنيك اللي هو زي الساندويتش. ان الصلاه بيبتدي وقت الصلاه بتاعي بالتسبيح، يتقدس اسمك. وبينتهي وقت الصلاه بتاعي لك الملك والقوه والمجد. ده لكن من جوه في ايه بقى؟ الطلبه، في الاحتياج. وده بالظبط اللي قاله بولس كمان كده، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. كلمة صلاة هنا في الأصل بتاعها مش دعاء، مش طلبات، ورشيب، تسبيح، عبادة، بمجد الرب. الصلاة اللي هي ورشيب، طلبات، دعاء مع الشكر. ده الكوكتيل اللي أنا عايز أقوله، إن الشكر الحقيقي هو فيه كوكتيل بين الصلاة، مش بخدع نفسي، بحط التحدي اللي أنا بمر بيه قدام الرب، بحط لو أنا مريض بحط مرضي قدام الرب، بصلي من أجل شفاء ابني، بصلي من أجل بيتي، بصلي من أجل شغلي. لكن ده ممزوج ومختلط مع التسبيح والشكر. ده اللي يخليني أقدر أسبح في وقت الضيقة. إني جيت رميت نفسي عند أقدام الرب. ما مش هنضحك على بعض، أنا أحيانا ببقى مضغوط جدا جدا جدا. لما يجي زياد يقول لي طب روح رنم، أقول له رنم إيه ده، أنا هموت، ده أنا مخنوق. أجيب منين الشكر؟ أجيبه منين دلوقتي؟ المصدر بتاعه يجي لما أجي عند أقدام الرب. زي تذكر يهوشافاط، قصة عظيمة أنا بتعلم منها كتير. لما الجيوش، ثلاث جيوش اتلموا على مملكة على يهوذا، ويهوشافاط حس ان الجيش بتاعه ضعيف جدا، جه قدام الرب جاي للرب كده، يا رب ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير، ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا. جه للرب، جي تعالى للرب، ابتدي بانك تيجي للرب. لو في ضيقة شيء طبيعي بقى، الرب قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وإيه النتيجة؟ أنا أريحكم، حالة قلبي تتغير وأنا أريحكم، همومي لا هتبقى فيه طمأنينة، هقدر أشكر الرب. والكوكتيل ده هو اللي بيصنع المعجزات. أنا في حياتي الشخصية الخليط ده اللي بين الصلاة، الصلاة في النص وحواليه تسبيح، بشكر رب انت صالح، انت عظيم، انت بتحبني رغم من ابني بنتي اللي انتقلت وراحت السماء، لكن انت صالح، انت عظيم، رغم المشكله اللي في شغل انت يا رب بتحبني وعندك حلول لمشاكلي. وبختم وقت وبحط في النص الاحتياج بتاعي، وبختم يا رب
امين انت تحقق وعودك، انت رب تقدر تصنع المعجزات. انا بشكرك وبعظمك لان ليا الشفاء، لان ليا الحريه، ليا النجاح باسم يسوع. ده اللي يخلق ده. انا بقول لك مش بوعظ النهارده خالص، بقول لك انا بعمل ايه في حياتي الشخصيه لما اكون مضغوط جدا ومش قادر افتح. وكلنا بنعدي باوقات كده لما اكون مضغوط قوي واشتدت حلقاتها وقلت لا تفرجوا، ما مش قادر حتى مش قادر تعاجي بس للرب. وقدام الرب الروح القدس، لان احنا بنؤمن بعمل الروح القدس، بيغير حاله قلبي وبيخليني من شخص على احد مشقات فليصلي. الايه الثانيه مش بتقول ان كان احد ما عندوش مشقات فليرنم؟ لا، امسرور احد فليرنم، ان حاله القلب بتاعتي اتغيرت. المشقات كانت جايبه تؤلف نفسيتي، لما جيت للرب صليت زي ما قال يعقوب غير حاله قلب، فبقي قلبي مسرور فقادر اشكر الرب. والشكر يجيب يفتح الابواب للتدخل الالهي. امين امين امين. سهل المعنى ولا انا صعبت الدنيا؟ لا بالعكس، هي تشبيهها بالسندوتش اعتقد دي هتفتح نفس الناس وتوضحها كتير. امين. ويا ريت ده ياخدنا لقصه يهوشافاط. اتفضل اتكلمنا عن يهوشافاط. يعني في نقطتين بس. اتفضل. عشان الوقت. في صلاه يهوشافاط قلنا ان البدايه كانت، عشان احبائنا اللي مش عارفين القصه، يهوشافاط ده كان ملك رائع جدا بيحب الرب جدا، وفجاه جه عليه هجوم من ثلاث ملوك وبيهددوا المملكه بتاعت يهوشافاط. يقول لك الكتاب كده في ايه، هو ده في اخبار الايام الثاني اصحاح 20 ايه 3، فخاف يهوشافاط، خاف، جاله اخبار مزعجه. عمل ايه يهوشافاط؟ جه على وجهه يطلب الرب. دي البدايه عشان الشكر بتاعي يبقى اقدر اسبح تسبيح يصنع المعجزات يسكت مملكه الظلمه. بيبتدي بكده، وجعل وجهه ليطلب الرب، واجتمع يهوذا ليسالوا الرب، جاءوا ايضا من كل مدن يهوذا ليسالوا الرب. ده اجتماع صلاه. وشوف الصلاه بتاعته بقى يقول ايه. لا، في ايه 12، يا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوه امام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا لسنا نعلم ماذا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. سؤال، هل في أوقات بتحط في موقف مش عارف أعمل إيه؟ يهوشافاط اتحط في موقف كده، إن العدو اللي جاي عليه قوي جدا جدا، هو إمكانياته قليلة جدا، الخطر شديد جدا، زي ممكن حد يكون جال واحده جالها تقرير من الطبيب بمرض خطير جدا، حد عنده جاله سمع في انه هيمشوا ناس من الشغل، ابتدى يخاف مش عارف يعمل ايه. يهوشافاط ما كانش عارف يعمل ايه، بس الرب قاده يعمل ايه. دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها، لما ما نكونش عارفين نعمل ايه هنعمل ايه. يقول لك هنا بقى كده، استشار الشعب آية 21، ولما استشار الشعب، بس أرى الآية قبلها، يهوشافاط بيكلم الشعب ويقول لهم كده، أمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، لأن الرب اداله وعد بالإنقاذ عن طريق نبي من الأنبياء. بيقول لهم أمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، أمنوا بأنبيائه فتفلحوا. ولما استشار الشعب، هو ما كانش عارف يعمل ايه، الرب قاده عن طريق الشعب يعمل ايه، اقاموا مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة. احيانا لما مش عارفين نعمل ايه، واحد نيجي للرب نحط خوفنا عند اقدام الرب، نمرة اتنين اسبح الرب، اقاموا مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم امام المتجردين وقائلين احمدوا الرب لأنه إلى الأبد رحمته. عايز بس المشاهد يخلي باله أنه بيغنوا وعاملين حفل التسبيح إمتى؟ وهم محاصرين بثلاث جيوش أقوياء جدا جدا جدا.
لما انا تاني بقول لك ده 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 انا اللي اتعلمته لما اكون مضغوط جدا جدا جدا. كنت اعمل كده اجيب سماع الترانيم تسبيح, اجيب اخويا زياد كده على اليوتيوب او اجيب فريق تسبيح بيرنم وابتدي اخش اوضتي وترنم ورنم ورنم واطلع من الاوضه الاقي المشكله اتحلت. ده اللي عمله بالظبط يهوشافاط, اقام مغنيين وللرب ومسبحين في زينه مقدسه. ويقول لك الكتاب ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح ده الشكر قبل ما حاجه تتغير, غنوا وسبحوا والمشكله موجوده, غنوا وسبحوا الرب والظروف صعبه, غنوا وسبحوا الرب وفي ضيقه. لما ابتدأوا بالغناء والتسبيح يقول لك جعل الرب اكمنك, الرب بقى تدخل على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الاتين على يهوذا فانكسروا. في كسره, في انتصار, في اختراقه حصلت لشعب الرب. بس كان النتيجه ايه؟ النتيجه مش ان هم تذمروا, مش ان هم استمروا في الخوف, مش ان هم استمروا في عدم الايمان, لا, جم عند الرب, امنوا, سبحوا الرب. وكل ده والعيان لم يتغير, لم يتغير, بس لما سبحوا الرب العيان اتغير. امين امين. اعتقد ده درس مهم جدا جدا جدا, واعتقد احنا لو خرجنا بالدرس ده لانه كتار بيسأل طب اجيب منين التسبيح مع الظروف, شايف الظروف شكلها ايه والواقع اليم جدا والواقع لم يتغير, لكن شفنا يهوشافاط قدامه مش شخص بيحاربه او اتنين, لا ولا جيش, ان قام علي جيش لا يخاف قلبي, ده ثلاث جيوش محاصرينه ومش عارف يعمل ايه, لكن نحوك اعيننا. لكن بالرغم من حالة العيان دي ما استناش اما اخد النصرة وشكر الرب, لا ده شكر الرب قبل قبل النصرة قبل ما النصرة تتحقق. ده بيذكرني في حاجة, الرب يسوع في انجيل يوحنا قدام قبر العازر, قدام اول حاجة يقولها رب اشكرك ايها الاب, اشكرك إيه؟ ده راجل ميت, تشكر رب على الميت, تشكر رب على الرجل اللي أنتن بقاله 4 أيام في القبر, تشكر رب على المريمات اللي متضايقين منك إن عمالين أقولوا لك تعالى وإنت ما ردتش عليهم وتأخرت, تشكر رب على إيه؟ أول حاجة, والميت موجود, الميت لسه ما قامش, وريحة العفونة طلعة, وفتحوا الأب وريحة العفونة طلعة, لكن أشكرك ورغم الميت موجود ورغم 3 جيوش بيشكر الرب, لكن الشكر بيغير الواقع. الشكر بيغير فعلا. احنا الدرس ده كتير محتاجين احنا نتعلمه في حياتنا, ما نستناش لما الظروف تتغير, لكن برغم من الظروف دي انا بشكر الرب وبفرح بالرب زي حبقوق, مع انه لم يسهر التين ولا يكون حمل في كروم يكسب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع لا بقر في الحاله صعبه جدا, فاني افرح بالرب, ابتهج بإله خلاص, بس انت ما اللي بقول ابتهج بايه, مش بخلاص الهي, بإله خلاص, لكن بإله خلاص, ابتهج بالله اللي هيخرجني فعلا منها واثق فيها. ده تأمل جميل جدا جدا جدا, هو ده اللي بتقصده بذبيحه الشكر, ذبيحه الحمد او ذبيحه الشكر, لاني بقدم ذبيحه, الذبيحه دي مش حيوان بقى ولا فلوس, بقدم ذبيحه هو تسبيح للرب وشكر الرب في وسط الأجواء الصعبة اللي بعدي بيها. ده نتيجة الإيمان. أمين. نتيجة إن في إيمان جوه قلبي من علاقتي مع الكلمة ومن الصلاة, فخرج في تسبيح للرب. أمين. في وسط الظروف الصعبة. أمين. أعتقد لو خرجنا بالدرس ده بس من الحلقة دي النهاردة, إنه بالرغم لو حالة صعبة جدا جدا جدا, لكن أنا هشكر. هشكر الرب فتتغير الظروف. امين امين. ناخد ترنيمه على قلبك, ترنم لنا يا زياد حاجه تمشي مع الموضوع ده. اي شكر يا حبيبي يوفي دايمي, هللويا. يا الهي كيف أشكر. اي حمد اشتو كي اهديك مني مهما كان, انت اكبر, انت اكبر, فيك ما ارجو واكثر. امين. انت الغرض, انت أمين. الموضوع. امين. اختيار موفق يا زياد.
أنت المن الذي يشبيع قلبي لا يشوع القلب حاشا حبك النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحتار عطشا فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر أنت للراعي الذي يرعى وجودي لا يخاف القلب وحشا أنت للحسن وفيك كل جودي من عدايا لست أخشى فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر فيك لي يا سيدي كل الكفاية أنت يا ربي يسوعي فيك لي منقذي كل الحماية أنت يا رأس الرفيع فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك كل حاجتي ربي يسوعي يا معيني بل ثباتي فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر أي شكر يا حبيبي يفديني يا إلهي كيف أشكر أي حمد أشد كي أهديك مني مهما كان أنت أكبر فيك ما أرجو أكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر فيك ما أرجو وأكثر أنت للنعماء مصدر. هللويا. أنا حابب أدخل بقى على بولس وسيلة في السجن بس قبل ما ندخل في بولس وسيلة في السجن اللي هم بيسبحوا بيشكروا الله بالرغم من الظروف الصعبة نفسي برضو يعني لو تشاركنا بعض اختبارات لو على بالك حاجة معينة تحب تشاركنا بيها أنا عارف أنت الرب حط على قلبك موضوع الشكر وشفت الشكر ممكن نبص على ورانا وفعلا نتذكر إحسانات الرب الكبيرة جدا ومرات برغم من الظروف الصعبة لحنا بنشكر الله زي ما سمعنا في المداخلة الجميلة بنشكر الله بالرغم من الظروف لكن أرى الله في وسط الظروف الصعبة كمان الشيء الجميل اللي حضرتك شاركتنا به ذبيحة الشكر إني بقدم ذبيحة شكر برغم أن أنا يهوشافاط قدامه ثلاث جيوش الرب قدام قبر العازر في واحد ميت بقاله أربعة أيام أنتن ما فيش شيء يدعو الكل بيبكي الكل بيبكي شكر ولكن أول حاجة عملها شكر الرب هللويا وكأنه يعني فعلا شيء عجيب قدام القبر بيشكر فأنا عارف أنت ليك اختبارات كتيرة لو تحب تشاركنا بأي حاجة قبل ما ندخل في موضوع بولس وسيلة في السجن ممكن أشارك بحاجة في الخدمة يا ريت الحاجات المهمة اللي حصلت معايا في الخدمة وأشارك بحاجة شخصية يا ريت اتفضل قصة في الخدمة احنا بنعمل مؤتمرات بطريقة دورية في ده في الكويت الكويت
فالمؤتمرات دي بقى متشوقين ليها جدا ومستنيينها وبنرتب ليها كتير وفنادق وفيها مكلفة يعني. ففي مؤتمر من المؤتمرات في أول يوم من المؤتمر، المؤتمر بيبقى خميس وجمعة وسبت يعني اجتماعات قليلة محدودة يعني. ففي أول يوم بنعمل فيه المؤتمر كان يوم خميس، الجو في الكويت ساء جدا بطريقة، العواصف لما تحصل في المنطقة دي تبقى قاسية جدا ومطر ضخم شديد جدا وبرق ورعد، والحكومة نزلت إعلان ممنوع النزول من البيت، ده مش هيتغير لمدة 48 ساعة يعني، كان أمر صعب جدا جدا. ففي اليوم ده احنا يعني مجموعة الخدام ازاي يحصل كده، ده احنا عطشانين لعمل الرب وجعانين ودعين ناس ومؤتمر وكده. فقررنا نعمل اجتماع تسبيح. تسبيح يعني ده احنا كان نشكر الله، نشكر تسبيح وشكر والتمجيد للرب ونعلن ايماننا ان المطر ده هتوقف. مش صوم وصلى يعني؟ لا ما صمناش وصلينا عشان ما كانش في وقت. هو انت بتجيبها من الاخر، بتجيبه من الاخر كده على طول. الجو الاجتماع من الاخر الاجتماع كان الساعه 8 وهناك ما مش زي كندا بيقولوا لنا الارصاد قبلها بيوم نبقى عارفين، لا ده يعني الدنيا بدائيه شويه في النقطه دي. فالعاصفه دي كانت الساعه 5 تقريبا، فقررنا كده مجموعه الخدام احنا هنروح هننصب الاجهزه بتاعتنا وهنرنم وهنسبح الرب وهنعلن ايماننا وهنؤمر الجو انه يتغير. ولا بقول لك عليه ده يعني كل الكنيسه بتاعتنا عارفاه، مش حاجه بقول لك على حاجه سريه، كان في كتير موجودين يعني. فروحنا واعلنا ايماننا وكتبنا بالايمان على اللي احنا عندنا الجروب اللي بنبعت عليه الدعوات ان احنا متاكدين ان المطر ده هيتوقف والجو هيتحسن. فاستعدوا انتوا تيجوا الاجتماع. الرب كان مشجعنا، كان مش انا بس، كلنا كان ده تشجيع ان لا اعاقه المؤتمر لازم هيتعمل. وعملنا زي هوشافات كده، رحنا عملنا حاجه واحده ابتدينا نسبح الرب ونرنم للرب ونهتف للرب طبعا كان عندنا ايمان بس ما كانش ايمان عظيم يعني، كان ايمان زي حبه الخردل. فوجئنا حقيقي يعني ان فعلا كل الجو اتغير. والعمل الايمان ده اللي كان في وسط الناس عمل حاجه حركت الناس. فالايام دي اللي كانت متوقع ان ما يبقاش فيها المؤتمر كله يتلغي. او الناس ما تجيش، لا العكس اتملت كان اتملت اكثر جدا من المعتاد علشان الحدث، ان شافوا الايمان، شافوا ان التسبيح، شافوا ان في حاجه الهيه حصلت. والرب باركنا جدا. بس اللي عايز اقوله ان احنا في اصرار الجسد ان هو يسبح الرب ويبارك الرب ويعلن ايمانه عمل. انا متاكد ده مش صدفه عشان طبعًا. كل الارصاد كانت بتقول، كل الكنائس وقفت اجتماعاتها في اليوم ده كل الناس ما كانش كان ممنوع حد يخرج بالحسب المسج اللي بعت للناس كلها في الكويت، لكن الرب تدخل وقف المطر. امين. فالتسبيح ده حاجه حقيقيه طبعا، بيفتح الباب للرب انه يتمم مشيئته. امين امين. في حياتي الشخصيه احنا بقى، لا على فكره قبل ما تنقل حياتك الشخصيه طبعا. الفريق بتاعهم ده بص كلنا بوسط بيقول لك عندهم يعني في عاصفه جايه وكده، الفريق راح صلى وسبح الرب. رب احنا محتاجين الفريق ده في كندا بصراحه، ولا سيما في يناير وفبراير. هو الموضوع مش احنا محتاجين الفريق ده عندنا هنا في كندا. ده مش موضوع الفريق، موضوع ان احنا صدقنا اللي بتقوله كلمه الرب ببساطه شديده زي الاطفال. احنا بسطة كلنا، ما حد ده اجمل شيء. يا بختكم، صدقنا كلمه الرب وعشناها. الرب كان امين. بالظبط عمله بالظبط. الاختبار الشخصي، الاختبار الشخصي كل يوم عندي اختبار شخصي في حياتي الخاصه. لكن عندي حاجه حصلت قريب، ابني كان احيانا
ربنا كده يقذني بدري عشان اصلي في يوم كده. انا عامه بحب اصلي بالليل مش الصبح بدري يعني الصبح ربع ساعه قبل اروح الشغل، لكن اسهر في اليوم دوت صحيت بدري قوي ومش قادر انام، فقلت لا هقوم كده اخد وقت اسبح الرب وبارك الرب وعظمه، وشغلت بقى ترانيم وقعدت كل اللي بعمله انه ببارك الرب وسبح الرب واعلن ايماني. كنت كان حاجه ربنا شغلني بيها ان اصلي من اجل اولادي في اليوم ده هوت، بس كان في جو تسبيح غير عادي رائع. لقيت انا خلصت فرق ابني هنا في كندا، انا خلصت صلاه حوالي الساعه 8، لقيت ابني بعت لي مسج داد بليز كول مي، كلمته لقيته بعت لي صوره العربيه بتاعته متخرشمه حادثه بس نو سكراتش، لا هو ولا كان مراته معاه خطيبته كانت في وقتها معاه ولا حد تاني صاحبهم كومبليتلي، بس العربيه متدمره مش ممكن تصدق ان العربيه دي تخرج يخرجوا منها سلام. لكن انا كنت واثق ان كان الروح القدس بيقذني عشان قلبك عشان اقدم عباده اقدم تسبيح اعلم ايماني وكان التسبيح والعباده دي عملت مظله حوالين وافتكرت الايه ان لما بلعام جه يلعن الشعب قال لك هتاف ملك فيه انه لا عياه، فممكن طلع الايه دي عشان absolutely. يعني ايه جميله افتكرها في سفر العدد اصحاح 23 اعتقد لما بلعام كان عايز يلعن الشعب صح 23 عدد 11 انا عايز اطلع الايه اللي بيقول فيها هتاف ملك فيه دي ايه 21 نقرا من اول ايه 19 ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. ده عشان المشاهد إن ده هنا ملك شرير كان أرسل نبي كذاب نبي اسمه بلعام عشان يلعن الشعب، وهذا النبي كل ما يحاول يلعن الشعب يفشل. فالآية دي بيقول ليه كان بيفشل، اللعنة مش بينفع تيجي على الشعب. يقول لك لم يبصر اسما في يعقوب، لم يبصر اسما في يعقوب دي يتكلم عن الدم ان دم يسوع، ان بسبب الدم الخطايا ما كانتش باينه، زي دم يسوع بيغطيني، دم يسوع بيغسلني من الخطيه. لم يبصر اسما في يعقوب، مش لانهم بلا خطيه، لا، لان خطاياهم غفرت، لان خطاياهم كفر عنها ان الدم كان بيستر هذه الخطايا. فلم يبصر اسما في يعقوب ولا راى تعبا في اسرائيل، الرب الهه معه وهتاف ملك فيه. هتاف تسبيح شكر عباده، ده كانه الهتاف جزء من الاسلحه الدفاعيه امام مخططات ابليس. فانا أشعر كأن الرب كان عايز يؤسس حمد عشان يبطل خطة شيطانية. أمين. فده اختبار شخصي. ده حديث جدا لسه جديد كده من كم إن شاء الله قبل فرح ابني بأسبوعين بالظبط كده. يلا الحمد لله بسلامة، نشكر ربنا جدا. هللويا. يعني أيقظ روحك من السبات النوم عشان تسبح الرب، والرب في الوقت ده الرب كان بيقوم بحماية إلهية. أمين. أمين. معانا 5 دقايق من وقت البرنامج. بس حابب تكلمنا عن بولس وسيلة في السجن وهما بيسبحوا الله بالرغم من السجن وفي المقطرة الداخلية وبيشكروا الله وبيسبحوه. دي دعوة بولس وسيلة. شخص بولس كان في فليبي بمدعو من الرب ان يروح فليبي، ما راحش بمزاجه، الرب قاده ان يروح فليبي وابتدى يخدم، ونتيجة خدمته
في امرأة عليها روح شرير طرد منها الروح الشرير فحصل ثورة عليه ونتيجة كده دخل السجن. ده في أعمال الرسل 16 دخل السجن. بس الكتاب يقول عبارة حلوة قوي وزي ما أخونا بيتر قال كده في السجن كان في المقطرة وفي الدار الداخلية كان في سجن قاسي جدا جدا. وتخيل ان السجن ده ضلمة مؤلم متعب بعد مضروبين ومجلودين. لكن كان بولس وسيلة بيعملوا ايه؟ بولس وسيلة كان يصليان ويسبحان الله. دي آية دي اللي عايزين نختم بيها. ونحو نصف الليل آية 25 ونحو نصف الليل في الليل في وسط التعب وسط كان بولس وسيلة يصليان ويسبحوا الله. وممكن تتأمل بقى بعد ازاي بيسبحوا الله في وسط الظروف. جابوا منين القلب اللي يسبح ده؟ لانهم كانوا بيصلوا والمسجونون يسمعونها. ايه النتيجة؟ فحدث بغتة زلزلة عظيمة تدخل الهي حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع. الابواب المقفولة اتفتحت بالتسبيح. لو بنخدم الرب في بلد والابواب مقفوله نسبح الرب. لو ابواب شغل مقفوله سبح الرب. عيني على الرب امجد الرب. اعلن الرب ذبح الحمد يمجدني. اعلن ان الرب اعظم من العدو اللي بيقفل الابواب. اعظم من الظروف الاقتصاديه. والنتيجه ان الابواب انفتحت والقيود السلاسل المربوط بها المساجين كلها انفكت. امين امين هللويا امين. طب قبل ما نسمع الترنيمه ونخرج من الحلقه دي بترنيمه مع زياد الحقيقه نفسي في حاجه. اعتقد شكرا لله من اجل يعني بولس الرسول بيقول شكرا لله من اجل عطيات التي لا يعبر عنها. واي شكر واي حمد يمكن ان نعوض الله عن كل ما صنعه لنا. شاكرين الاب اللي انقذنا من سلطان الظلم ونقلنا الى ملكوت ابن محبته في النور. كنت أعمى والآن أبصر. طبعا دي عطية لا يمكن إنسان يعبر يعني شخص أو قلب يعبر عنها. بالإضافة احنا تعلمنا النهاردة نبص على اللي الرب عمله معانا. نبص على رغم الظروف الصعبة أنا بصلي. لكن كمان ذبائح الشكر إنه برغم لا يعني ما فيش حاجة قدامي. أنا لسه قدامي ثلاث جيوش لكن أنا بشكر الرب. الرب قدام قبر العازر ونتانة وريحة قذرة مقرفة نتنة طلعة والكل بيبكي والجو صعب لكن بيشكر الرب. في نص دقيقة لو حد لسه ما خدش العطية الجميلة دي اللي عينيه انفتحت في يوم الايام وشافوا النور وقال له أشكر الرب. نفسي النهاردة حد يشكر الرب لأول مرة في حياته ويقول شكرا لك على عطياتك التي لا يعبر عنها ونفسه ياخد العطية دي. هل ممكن تصلي معاه في دقيقة واحدة؟ وهو لو انت فعلا محتاج للعطية الجميلة دي ان تنفتح عينيك اطلب صلي دلوقتي من كل قلبك وثق اللي بيقبل إليه لا يمكن لا يمكن أن أخرجه خارجا. تفضل صلي. صلي معايا كده ولو في مكان انت فيه ارفع صوتك في أي مكان انت فيه. بشكرك بباركك من أجل العطية التي لا يعبر عنها. بشكرك من أجل يسوع 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 اللي بذل نفسه من أجل خطايانا اللي مات من أجلي اللي صار ذبيحة الاسم مكاني. يا رب احنا بنجيلك النهاردة ومعانا اي اخ او اخت كده جعانين وعطشانين للفرح عطشانين ان هم يتقابلوا معاك يا رب باسم يسوع. يا رب بنفتح قلوبنا قول له كده يا رب انا بفتح قلبي لعملك بفتح قلبي لشخصك ادخل قلبي غير حياتي اغسلني من الخطية يا رب حررني من سلطان إبليس من هذا اليوم يا رب أكون ليك بالكامل حياتي تبقى لمجدك يا رب أيامي تبقى ليك يا رب. ولو في قيود في إيديا زي قيود اللي كانت في دين المساجين باسم الرب يسوع بصدق أن النهاردة بتحررني منها باسم يسوع. آمين 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 آمين, آمين. آمين. طبعا احنا بنتكلم على الشكر فانا بشكرك يا دكتور ايهاب على الوقت الرائع دي ومشاركتك لينا واختباراتك واللي اثريت بي حلقتنا النهارده. بشكرك جدا واتمنى تكون موجود معانا مرات قادمه بنعمه الرب بعد ما ترجع من الكويت. زياد شكرا لك حبيبي على اختيارك للترانيم والترانيم الجميله اللي فعلا باركتنا بيها.
احبائي هنخرج من الحلقه دي بترنيمه ارجو من رب ان حلقه النهارده تكون صحت اذهاننا الى الوصيه المهمله، وصيه الشكر، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. وارجو ان النهارده حلقتنا تكون فعلا نبهت ارواحنا الى حقيقه والى اهميه وحتميه حياه الشكر بالرغم من الظروف. وإذا كان رب نقل حياتنا من الظلمة إلى نشكر الرب من أجلها، وحتى إذا أحاطت بنا ثلاث جيوش زي ما شفنا النهاردة، حتى لو قدام القبر بنشكر الرب أيضا. وإلى لقاء جديد أستودعكم في رعايك القدير، هنخرج بترنيمة مع زيادة. حبيبنا يسوع فهو